لازم يكون في حد ناصح، ده اللي بيقولوا على العقل المدبر. من اللي ينكر يوم عليك ان انت فالح وعليك ذكاء ونباهة؟ ايه الله اكبر، بقالي عمر معاك وعايشة في ملطة بدن، شمعة بتحرق نفسها وبديك وضيق. شمعة ايمان. ايه ده؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، انت تعرف تضرب امدة بابا؟ ده انا اعرف اضرب بابا ذات نفسه، انت متخلف يالا، انا ما يهمنيش حد. بعدين امدة ايه؟ انت هتمضيه على ايه؟ هتبيعه ايه وعائلته حاجه؟ يا عم مش هنبيعه حاجه. امال ايه؟ هنمضيه على وصولات امانه ونرفع عليه قضيه حجر ونقول ابوك بقى متخلف عقليا ونتفضح في الشوارع؟ لا لا يا عم، الكلام ده اصل النتيجه بتاعتي طلعت. طب مبروك، افرح. مفرح ايه يا عم، انا جاي ملحق. في ايه؟ في الانجليزي. جبت كام يعني؟ بلاش. قول يا. جبت 15 من 50. جبت 15؟ 15 درجة؟ اه. وزعلان؟ ده مين المتخلف اللي قال لك ان انت سقطت؟ انت عالمي. ده انا جايب نص. جد؟ والله نص في الانجليزي من 50. افرح يالا، انت ناجح. ما تخليش حد يضحك عليك. ولا انت سقطت في حاجة تاني؟ اه. سقطت في ايه؟ العربي والعلوم تقريبا الدراسات. امال نجحت في الرسم؟ انت متخلف يالا، امشي يالا اطلع بره الاوضه، انا عايز واحد ناجح قاعد جنبي افتخر بيه. مش اطلع بره يا ساقط يا كلب. طب اقف جنبي. اقف جنبك ايه يا ساقط؟ انا عايز واحد ناجح افتخر بيه في الاوضه هنا. ايه ده؟ طب انت يعني اقف جنبي يعني. عايز ايه يعني؟ عايزك تضرب الامتى؟ اضرب لك امتى ابوك؟ اه.
طب روح خلي ابوك يمضي لك على اي حاجه وهاتها وانا اضربها. عينيا. يلا. متخلف صحيح، الساقط، الفاشل، العره. صباح الفل يا احلى حاج حلواني. احلى كوبايه شاي تعدل مزاجك بقى. برافو عليك يا لهوي، برافو. الشاي جه في وقته يا علوة، انت مخك عاجبني قوي. كشري. الله. اتفضل بقى امضي لي هنا باستلام كوبايه الشاي. تعزل لنا عشان جايب لي شاي؟ ها؟ تعزل لنا عشان جايب لي شاي؟ مش هشرب الشاي ومش عاوز حاجه ومفيش امضه ولا نيل. مش القصد يا حاج. طب خلاص، طب امضي لي بان انت ما استلمتش كوبايه الشاي. خد الشاي وامشي واتكل على الله، مش عايز حاجه. استغليني الواد. الله العظيم. بقول لك ايه يا حاج؟ عايز حاجه من تحت البيت؟ وانا مش عايز حاجه من خلقتك، اتكل على الله. طب اتفضل بامضي لي هنا بان انت مش عايز حاجه من تحت. تعيط هنا بقى. انت ايه حكايتك بقى؟ نازل تلف عليا وتبرم من الصبح وامضي امضي امضي. ايه اللي حكايتك؟ انت عايز تورث كل املاكي؟ انت حيلتك حاجه. لا، امال عايز نمضي على ايه؟ ها؟ اعترف انت. كونفيس. افس؟ مش كونفيس يعني اعترف بالانجليزي. اصل النتيجه بتاعتي طلعت وانا جبت ملحق في الانجليزي. ربي، ملحق في الانجليزي؟ تدخل على باباك بملحق؟ منك لله. ايه يابا؟ بتزعل ايه يابا؟ صوتك جاب اخر القريه ليه؟ شوف اخوك بدل ما يدخل عليا بكيلو لحمه كيلو فاكهه جايب لي ملحق. انت متخلف يا ابني، ما قلت لك ما سقتش، بتقول له ليه؟ ما سقتش يابا. لا، ده ملحق في الانجليزي. ده جايب 15 درجه من 50، يعني عمل 15 حاجه صح من 50 حاجه غلط. يعني يفرح يابا. بسم الله ما شاء الله، ال 15 صح؟ اه والله يابا، ده الواحد لما كان بيعمل حاجه واحده صح، حاجة واحدة صح، كان يمشي في المدرسة كده ايه دماغه مرفوعة فوق. لا، احنا كنا بنهرب من الفرحة يابا، بننط من العسور نهرب. يعني هو ما غلطش؟ لا، كنا نروح نقعد على القهوة يابا. ونشرب شيشة وياخد حقنة ماكس بقى، حقنة في الوليد، ياخدها كده وايه ويرجع الحصة اللي بعديها. يعني انت شايف ان الولد اخوه كده كويس؟ ده جميل حبيبي. في ايه يا بابا؟ حضرتك بتتف على الاولاد ليه؟ البي يا ست هانم جايب لي ملحق في الانجليزي. شردنا بقى، شردنا. قول لحد يخش تقول له ان انا جبت زفت ملحق. علولي، ازاي تجيب ملحق في الانجليش حبيبي؟ ليه ما قلتليش اذاكر لك؟ انت مش عارف ان انا بيرفكت في الانجليش؟ اهو بقى اللي حصل. وبعدين يا جماعه انتوا مكبرين ليه الموضوع؟ ده امتحان شهر، يعني حاجه عاديه. خلاص يا بابا، نو بروبلم، انا هحل الموضوع ده. بصي يا علولي، انا هوديك لميس بتاعت انجليش، اعظم ميس بتاعت انجليش في الدنيا كلها. جميله، بيرفكت في الانجليش، تتكلم انجليزي احسن من الامريكان نفسهم واحسن من البريتش كمان. هي اللي علمتني اتكلم. شفت انا انجليش بتاعي جميل ازاي؟ شفت الاكسنت بتاعتي مظبوطه ازاي؟ انا بقى شاربه كل ده منها، شاربه منها كمان الشياكه والاناقه والرقه. ست جميله جميله. فاكر يا بابا ميس كوثر؟ دي خلتنا كلنا بيرفكت. دي ده اوباما كان بياخد عندها دروس. هي بتتكلم انجليش احسن من اوباما يا بابا. عم لؤي، ازيك يا عم لؤي؟ وحشني جدا. انت مش فاكرني؟ لا والله يا بنتي مش واخد بالي الحقيقه. انا لهفه بتاعه ثالثه ثالث. يا ولا افتكر مين ولا مين، ده انا بيعدي عليا اجيال يا بنتي. أنا هفكرك يا عم لؤي. فاكر البنت اللي زبطتها بتشرب سجاير في الحمام؟ دي علا صاحبتي. فاكر بقى البنت اللي كانت واقفة جنبها عمالة تتحايل عليك يا عم لؤي من فضلك ما تضيعش عند المديرة بتفرتين كده وعسولة؟ دي أمل صاحبة علا اللي أنت زبطتها بتنط من على السور هي ومها، مها التخينة اللي هي كانت لابسة حجابه وفكته. احنا جيل مذبذب والله يا عم لؤي، عندك حق ما تفتكرش. افتكرتني بقى ولا لا؟ انا لهفه بتاعه الثالثه ثالث. المهم انت يا حضرتك عاوزه ايه بالظبط؟ انا كنت عايزه ميس كوثر. ميس كوثر؟ يا دي سابت المدرسه من زمان يا بنتي. طب ما تعرفش راحت فين؟ لا والله. بس انا ممكن اديك عنوانها. طيب يا ريت، شكرا. هو ازاي ما افتكرنيش؟ ده انا كنت اكتر بنت بوبيلر في المدرسه، كنت مشهوره جدا. السن بردك عليه عامل، الراجل كبر. ميس كوثر وحش الانجليزي،
أنا قلت هي دي اللي هتجيب من الآخر. السلام عليكم. أنا نسيت إن هنا إنجلش بس. Good morning children. Good morning miss. لهفة. Good morning miss لهفة. Good morning يا حبايبي، اتفضلوا. Sit down sit down. حبوبي فين ميس كوثر؟ I doesn't know. أوه لا، أنت لازم تفضل قاعد هنا بقى مع ميس كوثر وتركز كويس قوي لأن الجرامر بتاعك مش مظبط. أنا هدور عليها بنفسي. هلو حبايبي. سوري ما شاء الله، حتى وميس كوثر مش موجوده مركزين كلهم. اقول لك ايه، فين ميس كوثر؟ خش هنا هتلاقيها جوه. اوكي ميس كوثر. سوري سوري سوري. افتح الباب بقى ده ولا ايه؟ ميس كوثر. اوه سوري حبايبي، يلا كملوا مذاكره. ميس كوثر؟ لا سوري، انا كنت بدور على ميس كوثر. ميس كوثر. هاي هاي ميس كوثر. هو ار يو؟ انا لهفة يا ميس كوثر. لهفة؟ حضرتك عملتي لي ديبريشن فظيع، ازاي مش فاكراني؟ لهفة يا ميس كوثر اللي كنت كل يوم بتمشيني وانت حاطه لي ستار هنا عشان كنت بعمل الهوم ورك بتاعي. يا دجة يا بادة يا أنيمانة. الله يا ميس كوثر، فكرتيني بالإنجليش الجميل بتاعك. تاء التأنيس مش موجودة في الإنجليزي، إحنا هنضيفها عشان معتزين بلغتنا العربية. برافو عليكي إنك فاكرة. You remember good good. إيه رأيك فيه؟ بسم الله ما شاء الله، حضرتك ما تغيرتيش خالص عن زمان، بتحلوي كمان المهتمية بألاقتك وشكتك تمام يعني. طبعا طبعا، انت نسيتي الرولز بتاع ميس كوثر ولا ايه؟ I live for myself, my life for myself. مش زي بقيه الستات اللي تتوضب وتتمكيج وتلبس وتتوضب ساعه ما تكون هتتخطب او تتجوز، واول ما تتطلق تتبهدل. الطلاق يعني ايه بالانجليزي؟ ديفورس. ديفورس عندي بقى انطلاق مش طلاق. هو حضرتك اتجوزتي واتطلقتي؟ ايه ده؟ أيو كريزي، معقولة في حد يتجوزني ويسيبني؟ هو ما جاش من أصله. ربنا يستر عليا بقى بإذن الله. قولي لي بقى، إيه أخبار الآرتس معاكي؟ لسه بتحبي التمثيل والغنى؟ طبعًا طبعًا يا ميس كوثر، ده التمثيل والغنى ده في دمي، أنا دلوقتي كمان بقيت فنانة بروفيشنال. إيه ده؟ ما شفتلكيش حاجة يعني؟ يمكن بقى عشان وقت حضرتك يعني مشغولة وكده، مش سامح تتفرجي على كل الأعمال. على رأيك، أتمنى تكوني مفيش فرجك عشان تقطفي الملوخية ونطلع بره يلا. طبعًا لسه. أهلًا 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 أهلًا. ياه ولا زمان يا يونج تشيكن، اي ميس يو سو ماتش. وحشني كلام حضرتك ودلع حضرتك الجميل. قولي لي اخبار علا صاحبتك ايه؟ والله يا علا بقالي كتير يعني ما بكلمهاش، بس اخر حاجه سمعتها عنها ان هي اتجوزت وسافرت. سافرت فين؟ الكويت. الكويت اه. الكويت؟ لما البليه جريت معاها ما دفعتليش ليه ثمن الحصه الاخيره بنت الشوز. مش عارفه والله يا مسكوس. ايه اللي انت كاتبه ده؟ اللي احنا عايزينها بي بي مش بي 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 بي، عايزه الورقه تطير بي بي. ايوه كده. يلا سمعيهم بقى اغنيه من اللي محفظاها لك وانت صغيره يا لهف. I have two eyes and I can see. ايه ده، مين اللي سرق سيجاره من هنا؟ ها؟ انتوا يا كلبه يا حراميه. طب انا هفتشكوا واحد واحد قبل ما تمشوا. يلا بي بي صفر بي. تعالي يا لهفه يلا قطفي الملوخيه وخلصيني. يلا حاضر حبيبتي تعالي. حاضر. تعالي. I have two eyes and I can see. ويلكم لهفه ويلكم لهفه، ده انت عملتي سترونج لايت في المكان، ملايطه المكان كله الحقيقه. كل واحد يبص في البيبر بتاعته. على فكرة أنا سألت على حضرتك في المدرسة، قالوا لي إنك سبتيها من زمان. ياه
ده انا سبتها من زمان قوي مش جايبه همها. انا دلوقتي شغاله في الليسونز ليسونز ليسونز. ما انا شايفه بسم الله ما شاء الله العدد كبير جدا. ذا نمبرز في الليمونز، نمبر في الليمونز. بصراحه الاولاد يعني يجننوا ومركزين جدا جدا. قبل ما ادخل لحضرتك الكيتشن بسالهم عليكي، راحوا عملوا لي كده يعني مركزين تنشن جدا. اسمها تنشن برضو، اسمها اتراكشن. اتراكشن. ايوه مظبوط، اتراكشن. اتراكشن للمذاكره. احنا زمن التعليم الجميل. لا. زمن التعليم الاصيل. دلوقتي البنت بتطلع ما بتعرفش تقول كلمتين ولا تدرس ولا تقول. احنا بنأسس الحروف واضحه، الاي اي والدي دي والبي بي والبي بي بي. صح مظبوط. انا بقى كنت طالبه من حضرتك خدمه. يا سلام، ده انت تأمري، ده اوردر، انت فيري اكسبنسيف عليا وعارفه. ربنا يخليكي. وان دي وان. اخويا علوه، اخويا الصغير، جاب ملحق في الانجليش. اخص عليكي، ازاي ازاي؟ والسنين اللي قعدت اعلمك فيها ما ذاكرتيلوش ليه؟ والله مس كوثر انا قلت له ليه، قالوا لي ما خلتنيش اذاكر لك، بس هو الظاهر خايف. لكن عامه يعني دي اكسيدنت جميله عشان اقابل حضرتك واطلب منك الطلب ده. ينفع بعد اذن حضرتك تيجي تدي له حصتين ثلاثه كده؟ اكسبنسيف والطلب تشيب. ما اقدرش ما اقدرش يا حبيبتي، انت زي ما انت شايفه النمبرز في الليمونز، ما اقدرش اسيب السنتر واجي البيت. طب يعني اجيبه لحضرتك؟ فروم ماي اي دي قبل الاي دي. انت تأمري يا جميله، يانج تشيكن انت. ميرسي ميرسي كوثر جدا جدا. خلاص ام ويتنج هيم على احر من الفاير. خلاص ماشي. بقول لك ايه، عايزه اكلمك في حاجه سكرت كده. اتفضلي. ها، بلاش ترموا الايرز ناحيتي، كل واحد يركز، مفهوم؟ قولي لي بقى يا جميل. اتفضلي. اخبار اللفلفه ايه؟ والله حضرتك مش هتصدقيني، مفيش خالص. لا معقولة؟ إن ما كانتش بنت مون زي كده تلاف مين اللي لاف لاف. والله يا مس كوثر أنا مركزة جدا في الكارير بتاعي، نفسي قوي أبقى نجمة، نفسي أبقى بيج ستار. طب واي ستوب؟ إيه اللي معطلك؟ دوسي، انتر انتر بكل فرص. خلاص أنا هسمع كلام حضرتك وبجد هانتر بكل فرص إن شاء الله. أيوه كده، ده أنا مربية أجيال، جينيريشنز. طبعاً مظبوط. باي باي. جينيريشن فاشل. تعالي هنا. إيه الموفمنت دي؟ الملوخية. سوري. جود باي مس كوثر، جود باي. إيه يا جينيريشن فاشل منك له؟ قوم قوم يا واد يا فاشل، يا خايب، يا ملحق، قوم هات لي كوبايه ميه. بس يا جدعان والله العظيم ده امتحان شهر، يعني حاجه ملهاش لازمه في الحياه. يا سلام، يعني ساقط في الانجليزي ولا مش ساقط؟ متنيل ساقط. خلاص اتنيل، روح هات لي كوبايه ميه، امشي. هم ظالمين الواد كويس في الانجليزي، اقول له جود مورنينج يقول لي اوكي. ايه يا حبيبتي عملتي ايه؟ خلاص يا بابا اطمن، رحت لها ووافقت تديله الدرس، هاخده بكره ونروح لها. كويس. سعيد عليكم. اهلا سعيد. اهلا. ازيك يا حاج؟ انا عندي ليكم اخبار مفرحه. انا نويت اكمل نص ديني. يا راجل ده لسه بكر. يا خلو يا نمس، مين بقى سعيدة الحظ دي يا سي خالو؟ بنت رقيقة قوي، رقتها في رقة النسمة، اسمها ساندي، هعرفها عليكم بكرة. يا لهوي، هتتجوز في السن ده يا عمران؟ ما أنا قلت استنى أما أعدي مرحلة طيش الشباب، أنا دلوقتي هتجوز بالعقل. عموما يا أخويا براحتك. اتفضلي يا خالتي. حطها هنا يا أبو ملحق، حطها. أنت هتفضل كده على طول؟ ما تذاكر لك شوية، الناس فضحتني في الحارة وأنا جاي. يوه يا عم، قلنا امتحان شهر، خلاص بقى، واحنا اللي هنيده هنزيده كمان طولة لسان؟ نوتي. خلي بالك يا علولي، مس كوثر دي راقية جدا، يعني مش عايزة الألفاظ بتاعة الشارع، تسمع كلامها هتخليك بيرفكت في الإنجليش. حاضر حاضر. بص في ورقتك يا
يا حرامي يا غشاش، انتوا في امتحان تيست اكزامينيشن اكزامينيشن. قلتلك look on your paper. مس كوثر حبيبة قلبي. اهلا 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 يونج تشيكن، انتي حبيبتي ماي دوتر، انتي ماي دوتر. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. بصي بقى انا جبت لحضرتك علوة اخويا الصغير اللي حكيت لك عنه. يا حبيبي نايس 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 فيري نايس يور براذر. مظبوط ماي براذر. رحبوا يا ولاد بالكوليج الجديد. كوليج يعني ايه؟ كوليج يمكن صعب عليهم. قولي يا لهفه، قولي يا لهفه. كوليج يعني ايه؟ طالب. على الشد. طالب ايه؟ زميل. زميل مظبوط مظبوط. زميلكم جديد. سوري كوليج. سوري اصل عشان مفيش براكتس فالانجليزي بيروح. لا لا هاجي بقى اقعد مع حضرتك ونتكلم مع بعض. ضروري ضروري ضروري. لا ما تحمليش هم خالص. انا مش هوصي حضرتك بقى اخلص على العلوه. لا هربيه زي ما ربيتك تمام في كل حاجه. انا بريتش. ويا ريت حضرتك بقى تزرعي فيه الفن زي ما زرعتي فيه كده وتحفظيه الاغاني الجميله اللي حفظتيها. لا ضروري ضروري. ارتس ارتس هزرع فيه كل الارتس. طب انا مش هطول على حضرتك بقى. باي باي. لا ايه علمتك ايه؟ جود باي جود باي جود باي ميس كوثر. قولوا جود باي. هير نيم از لهفه. جود باي ميس لهفه. ميس لهفه ميس لهفه لهفه. خلاص مش مشكله. جود باي. ميرسي باي باي. علولي انت عرفت البيت بقى تروح لوحدك. اوكي حبيبي اسمع الكلام. ها دونت وري يا حبيبي. باي 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 يا روحي. انا هقعد فين يا ميس؟ شات اب يور ماوس اوباما. ليسن تو مي. تفتحش بقك هنا خالص. واتس يور نيم؟ ما هي لسه قايله لحضرتك علوه. انسر ان انجلش. واتس يور نيم؟ علوه. ان انجلش. ايوه علوه بتتقال ازاي بالانجليزي؟ علوه. تقول علوه. علوه. يور نيم از علوه. علوه. وير ار يو فروم؟ حاره فرغلي. يور هاوس از دامج اون ماي هاندز. هخرب بيتك على ايديا على ايديا. انت باين عليك ليميت ولبط. قومي يا كلبوزه يا حلوه انتي، قومي اقعدي على اول الترابيزه. تعالى اقعد مكانه. ولا كلمه. جاي كده ايد ورا وايد قدام. مفيش كراسه وقلم في ايدك. معلش اصلي ما كنتش اعرف السيستم بتاع حضرتك. سيستم؟ انت بتتريق عليا يا واد ولا ايه؟ لا والله. تعالى قرب قرب وريني ايه اللي انت عامله في شعرك ده. ايه ده؟ ايه الهدهد اللي انت عامله ده؟ ها ها اضربك؟ ده انا هربيك على ايديا وهعلمك انجلش ان بريتش ان بريتش ان بريتش. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا طاقيت يا حلوين منورين. ميرسي ميرسي قوي يا ابتهال. ميرسي قوي. بس ايه بقى احنا هنفضل كده يعني مقدينها تحيات كده وسلامات؟ مش نقوم بقى ناكل ولا ايه؟ انا يعني شايفه ان احنا كده اتاخرنا ولا نفضل قاعدين مستنيين الولاد كتير؟ ما تفضحنيش قدامهم. والله برافو عليك يا عمران. برافو فنان. عرفت ازاي تنقي وتوزن وترسم. اجمل حاجه في الراجل يحس ان الست بتاعته هي السكن في كل حاجه بيستفيد منها. ربنا يوفقكم كلكم ان شاء الله. ميرسي قوي يا انكل. على ايه يا حبيبتي؟ ده واجب. قولي لي بقى يا حبيبتي، بتعرفي تطبخي ولا بقى تسيبي لي نفسك انا اعلمك الطبيخ؟ تعرف تطبخ؟ يا خبر ابيض، دي طول النهار قاعده قدام قناه فتافيت. امال هي ضربت مني كده ليه؟ ما تكسفنيش بقى يا عمران، بس برضو البركه فيكي طبعا يا تانت. تانت؟ تانت ايه يا اختي؟ ده انت 60 طنط في بعض. ابتهال نعم. مش نقوم احنا بقى ونسيب العصفور والعش بتاعه؟ ميرسي ميرسي على الكومبليمنت اللطيف ده يا ابيه. على ايه يا حاج؟ ده اقل حاجه. يلا بقى ماشي. حسيت كل وحدكم شويه. يعني كان لازم كان لازم تفضحيني قدامهم كده. بقول لك يا عمران انا جوعت في ايه ده؟ انا عينيا زغللت وفرهطت منكم. انا عايز اكل في ام البيت ده. وبعدين ايه انا مش فاهمه، انا شامه حاجه غريبه قوي في البيت ده. مش عارفه دي حلو دي ولا حادي. انتوا عاملين مخلل هنا ولا ايه؟ مخلل ايش فهمك انت في الاكل؟ دي ابتهال عامله لنا تورته بتنجان اسود. طب قوم هات لي اي حاجه من المطبخ.
طب لمي نفسك اما اشوف اي حاجه تسد بيها جوفك. اوه هتتدهي يعني. مش تنفع منكم بحاجه. انا كرهت حياتي. كرهت ايه ده؟ ساندي الغفير يا بنت البغل، انت عرفت تيجي هنا ازاي؟ ايمن الله يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا. بقولك ايه يا برنس، ممكن بس تقولي معنى الكلمه دي؟ بقولك ايه، فكك مني، مس كوثر عرفت هتيجي تنوتني. ياد ما تبقاش فوفي. يو ياد، انت بتخاف من ناد وتعمل احسب بايز. ها بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ مش حاجه، مش ها وريني بكتب اهو. وريني هببت ايه؟ ايه ده؟ It's my father. It's my father. Father. Your father. يتقال له it's. ده الدرس اللي قعدت احفظكوا. He, she, it. ده يتقال للملوخية، يتقال للكرسي اللي انت قاعد عليه، يتقال للحيطة، يتقال للترابيزة، انما ابوك يتقال له ايه؟ يتقال له يا بابا. انت بتهزر؟ ما انت جديد، ده انت ستيوبد بقى. ستيوبد بقى، ده انت ستيوبد. ها افتح ايدك. اوبن يور هاند. مش فاتح. اوبن يور هاند. مش فاتح. اها طب قوم اقف، ادي وشك للحيطه وارفع ايديك لفوق. يلا ستاند اب. ستاند اب. شويه بقول لك ستاند اب. شويه انت ما تعرفنيش يا ابن الشوز. يلا. لا يلا يا واد يا كلبوزه، امسك انت من هنا وانت من هنا. يلا امسكوا انتوا الاثنين. لا لا اسمع الكلام. ليسن تو مي. شات اب يور ماوث. شات اب يور. شات اب يور ماوث. شات اب يور ماوث. ايه اللي بتعمليه ده؟ الحمد لله شبعت قوي. تسلم ايدك يا تن. شبعتي؟ ده انت فطستي. تحب اجيب لك تاني قطقوطه؟ لا لا ميرسي، اصل انا يعني قلت بس عشان ما اكسفكوش كده نقنق معاكم، اصل انا عامله دايت. دايت؟ امال مش عامله دايت كنت بقيتي ايه؟ ما هي بتعمل دايت في حته، الحته التانيه تقب. انت هتقدر على المصاريف دي يا حاج؟ دي مسحه السفره كلها. لا ما انا مصاحب حد في وزاره التضامن. خالو كلمني عنك كتير جدا يا سندود، كلمني عن ادبك واخلاقك. هو مش محتاج يحكي لي يعني، كل حاجه واضحه ما شاء الله. ربنا يبارك لك. وعلى فكره الكالرز اللي انت لابساها جميله. يا لهفه، انا مستحيل اسيب خالي يتدبس في جوازه مع اللبنيته دي. اللي انت بتقوله ده عشان كلبوزه يعني؟ لا في حاجات تانية انت ما تعرفهاش. الاخلاق يا على خجلها وكسوفها. لما باجي اعديها في الشارع لو ايدي بالصدفه كده غصب عني لمست ايديها تسورق وتقع والشاي احمر وتبقى فضحتنا بجلاجل، ما بتحبش حد يلمسها ابدا. لا فوق يا خال، مين دي اللي ما بتحبش حد يلمسها؟ دي كل الناس لمستها، دي مسمينها الملعب، دي مسمينها الملعب من كتر ما مصر كلها ما جريت فيها. عيب، ايه اللي انت بتقوله ده يا ايمن؟ طبعا ما انت لقيتني لقيت عروسها لقطه عايز تبوظ لي الجوازه. لقطه ايه يا خال؟ لقطه دي لقطه، دي النجمه الدواره دي، دي مدوراها في كل حته دي، ده مفيش شاب معلمش عليها. تمشي اشتغل في الشارع يا خال كده بعد كده. ايه بقى ايه بس مالك يا استاذ ايمن، انت جاي عليا كده ليه؟ تغمزني يا خال ب 10 جنيه، شوف معاها كام بقى من اللي هي بتعمله. لا ده انت خالي، انا هوريك دلوقتي ان هي متشرده وكلبه وكل الناس عارفاها. ثانيه واحده، ثانيه واحده. اهو اهو بيرن اهو. بص سيب الموبايل، سيب الموبايل، عايزه تخفي ايه يا مجرمه؟ ايه ده كاتبه اسمك راس حربه؟ ايه ده وكاتبه ان انا في الاحتياطي؟ عامله تشكيله يا مجرمه؟ والله يا حبيبتي كلها حاجات على العده القديمه، لكن ده خلاص ماضي وراح لحاله مات. الحمد لله مفيش جمهور. خلاص مفيش جمهور واللي اتفرجوا عليها في الكافيهات. انا لازم اقتلك، لازم اغسل عارك. سيبوني سيبوني. او ماي جاد، ايه اللي حصل لك يا علوه؟ انا مش هروح للست دي تاني، انتي بعتني الحانوتي. سوري. وعي. سوري حبيبي. او ماي جاد، افترست الولد. نفسي أكون مشهورة بجنون،
نجمة تخطفها العيون في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض نجمة يجري وراها كل المنتجين أجرها عالي وكل يومين يزيد زي نجلاء فتحي أو ميرفت أمين وأبقى أشهر واحدة في الجيل الجديد إعلانات مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات لمعجبيني واقفة بمضي وتجرافات لحفة جت لحفة راحت لحفة فستانها فظيع لحفة أخبرها على لسان الجميع نفسي أكون مشهورة بجنون نجمة تخطفها العيون